اوكي، مرحبا، معكم راني. اهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. عم نصور المريخ اليوم 13 سبتمبر 2020، 13 ايلول، اللي هلا عم نصوره المريخ، بس على شو اسمه، زوم، بدون زوم التليفون، على التلسكوب على 8 ميلي، العدسة محطوطة، اللي عاملينه كمان تحت العدسة مركبين فلتر المريخ، في فلتر مخصوص من شركة سيلسترون مخصوص للمريخ، مشان هيك عم نشوفه بهذا اللون. تمام. حاظبط الصورة، نعمل زوم. بس ندخله داخل الإطار. وعم نصور على الأفقي، مش على العمودي، كرمال إنه أهون بتعليق التليفون. طيب، هلا هاي نص الزوم تبع تبع التليفون مستعمل. زت أوي زوم، هاي هو على الآخر. طيب، خلني بس أزيح شوي، بدي أستعمل الفاين تيون، أستعمل التحريك الدقيق عشان أضل بالصورة. اوكي، هلا استمتع بالمشهد. بس بكون هو مشكلة على 8 ميلي، بيكون كتير سريع. طيب كيف؟ خليه نطلعه شوي من الصورة، هو لحاله بدخل. عشان الهز تبع التلسكوب يوقف ونقدر نشوف المريخ بفلتر مارس. راح نحط رابط فلتر مارس وين جبناه، او امازون تبعه، منه موجود كان على علي اكسبرس. اوكي، في بعض، في كتير شغلات ما حتلاقيهم على علي اكسبرس، بس يعني حتلاقي اشياء كتير اساسية في علي اكسبرس، بس مهمة، مش انه مش مهمة، يعني مش معناه الكلام انه لما نحكي عن علي اكسبرس. روح على الصورة. مش معنى كلام انه بنحكي انه والله بامازون في كتير شغلات بتلاقيهاش على الاكسبرس معناه انه فيش شغلات تانية، لا، في اكيد مهمة. العدسات العينية عندهم كلها سيلسترون اصلي، بس الاشكال في الفلاتر والشغلات المتقدمة، بعض الشغلات منها هاي المتقدمة ما بتلاقوها على الاكسبرس. دور انت وافهم، وهذا الكلام ما حتفهمه غير لما تبحث انت داخل علي اكسبرس، تبحث داخل امازون وتشوف مواقع كمان الاختصاصيه في بيع عده تلسكوب، يعني مثل اوبتيك كورب، ومثل في باوروبا ناس كمان ببريطانيا ببيعوا. طبعا اشوف هون الاكسبوشر، بس نخليها على الاكسبوشر على الاخر، تباين عليه عشان يسحب ضوء اكتر. اوكي، نزيح كمان مرة بالصورة، شوف الفرق. يعني هذا هو خلنا كمان لحظة زيادة.
هذا الهواء عم بيهز التلسكوب هلا. التلسكوب تبعي اصلا مش ثابت لانه في الرقبة تبعته مهترية، انت تغير مع البرغ المحطوط. اذا هيك بنكون خلصنا التصوير، بشوفكم المرة الجاية، سلام.